في الوقت الذي تسعى فيه المجتمعات نحو توجه أكثر ليبرالية فيما يتعلق بالأداء السياسي والمجتمعي، تبدو الليبرالية ككلمة سيئة السمعة في منطقة الخليج، فما تنفك تذكر إلا وتنعت وينعت أصحابها من الليبراليين بصفات الانحلال والكفر والفسوق. فيخرجون الناس من دين الله عز وجل ويسمون بأسماء براقة، علمانية، حرية، ليبرالية. في الخليج العربي وصلت الأزمة من مرحلة الاتهامات المجتمعية إلى حد التهم القانونية، وتبدو قائمة المتهمين بالليبرالية طويلة. بعضهم حمل التهمة لأسباب واضحة، وآخرون تحملوا اتهامات تبدو غير منطقية لكنها كانت نتيجة مباشرة لبحثهم عن مفاهيم عادلة لحقوق الإنسان في حرية الرأي والفكر والتحرر من تابوهات المجتمع التي تخنق أعناق المواطنين. لم يكن التغيير سهلاً، ولم يعوقه الموروث الثقافي والديني فحسب، لكن أيضاً عادات مجتمعية أصبحت تلوك الأفكار المنغلقة دون تفكير أو تمييز. لكن هذا التغيير يحدث رويداً رويداً في مجتمعات منغلقة على نفسها، تتقدم ببطء نحو فهم دقيق للليبرالية. ساعد على ذلك بعض التغييرات في الرؤى السياسية لعدد من الحكومات الخليجية التي فتحت الباب بحذر لضخ دماء جديدة في عروق الفكر الخليجي.